أمي، لقد تعبت من الكلام ولا أدري ماذا يدور برأسك، أرجوك قولي شيئا. لن أعود للبيت بأي حال. ولكن لماذا؟ حتى لو أخطأت 1000 مرة، اشتميني أو اضربيني، ولكنك لا تستطيعين الاعتماد على ما والبقاء هنا. وهل الاعتماد على ما شيء عيب؟ طبعا عيب، إنه زوجي السابق، وبتصرفك هذا كأنك تأخذين بيده وتصفعينني على وجهي. أي أم تتصرف هكذا؟ كنت في عز حياتي وبقيت أرملة، تحملت القهر والظلمة وعشت أياما سوداء، وبسبب ذلك أنا الآن أعيش حياة قاسية. لكني لن أكون لك. اذهبي وابحثي عن شخص آخر ليكون أما لك. أمي لا تسيئي فهمي، بعد كل هذه السنوات أنت لم تؤنبيني أبدا بهذه الصورة. لا أدري لما تحدث مثل هذه الأمور، كل هذا من أجل خزانة الكتب. أتستحق كل هذه المشاكل؟ لم أعد أفهم يا أمي، ما الذي يحدث هنا؟ أنت فعلا بنت غبية وساذجة، تظنين أن خزانة الكتب تجعل أمك تغادر البيت؟ ليلي، زوجك تشين ارتكب خطأ. تشين فعل شيئا؟ يومها كنت عند الخزانة أرتبها، وفجأة وجدت شيكا بقيمة 300,000. فلنتحدث. كنت أعلم حماتي ستأتي وتريك هذا الشيك، وأنت ستأتي ومعك الشيك وتسألني ماذا تريد. هذا يعتمد على مصدر الشيك بالتأكيد. هدية من لوشي فينغ. كيف حصلت على المبلغ؟ أعطيه مشروعا ونصائح. نعرف هذه التسميات، الهدية وبدلة استشارة. رجال الأعمال يدفعون الرشاوي بمسميات لطيفة لكل من يملك بعض السلطة، ولكن أجبني، هل تعتقد أن تلك النصائح التي قدمتها تستحق هذا المبلغ؟ وكم من هذا المبلغ لك أنت؟ رخيص، 300,000. بعت ضميري بهذا المبلغ. صحيح، مبلغ مثل هذا لا يشبعك، لأن حماتك اكتشفت الأمر وأنت متردد الآن. لهذا القرار هذه المرة سهل، يجب أن تخيف حماتك لتحل المشكلة. فعندما تخاف فلن تجرؤ على التدخل بأمورك لاحقا، لأنني أعلم بأن طموحك كبير. كم يجب أن يكون طموحي برأيك؟ لأن لي باعا أطول منك في التعامل مع رجال الأعمال كما تعلم، فأنا أعرفهم أكثر منك، فهم لا يكترثون بما دفعوه. أن يدفع أحدهم 300,000 هذا يدل على أنه قد فكر مرارا، ولن يقبل بربح يقل عن 30 مليونا. ليست المشكلة أنك مقدام أم لا لتأخذ منهم مالا، ولكن المشكلة كم بيدك صلاحية لتقدم لهم كما من المصالح والمنفعة. صحيح، كلامك صحيح، ولأن الأمر كذلك فسوف أخذ المبلغ. إنها البداية فقط، والخير قادم ومؤامرات أكبر، ولهذا سوف أجلس وأراقب. سأضع المبلغ في جيبي وأراقب تحركاته، وسأعرف ما الذي ينوي فعله. عندما كنت شابة ساعدت باتحاد العمال، وأعرف أنه يمكن أن تبدل الشيك بالنقد من البنك. لما لم تخبريني إذن؟ وكيف أخبرك؟ حين يأتي بالمال إلى البيت بطرق غير شرعية هذا أمر سيء، ولو عرفت الشرطة لاعتبروك متواطئة معه ولا دخلت السجن. أما أنا فوضعي تماما يختلف، أنا عجوز لا تكترث ولا تبالي. أصابتك مصيبة، ماذا سيحل بي؟
وبابنتك من بعدك. أمي أرجوك اهدئي، هذا أمر لم نتأكد منه بعد. كيف لم أتأكد من الأمر بعد؟ في البداية أردت إرجاع الشيك مكانه وأنسى الأمر، ولا من رأى أو سمع، وتنتهي القصة برمتها. ولكن المدعو تشين أخذ الكتاب الذي يخبئ الشيك بين أوراقه. أنا أشاهد برنامج النظام والقانون كل يوم وأعلم هذه الأمور جيداً. ذلك الكتاب يحوي الدليل الوحيد على إدانتي، وهو بصمات أصابعي، والآن قد أخفاه. أليس ذلك صحيحاً؟ يريد أن يستغل بصمتي. أمي أرجوك هذا يكفي، مهما كان ذلك المبلغ مستحيل أن يقوم تشين بتهديدك، مستحيل، لن يفعل ذلك. زوجك رجل سيء النية، وإن كان قلبه حديديا ويريد أن يمضي في ضلاله، نحن الثلاثة لن نكون من أتباعه. هذا البيت لن أعود إليه، سأخبرك بما أعاني. أنا لست مرتاحة في البيت، وعندما أغمض عيني أتخيله يحمل عصا كبيرة، أظنه سيضربني بها حتى الموت. إذن سوف أواجهه بالأمر، أعطيني ذلك الشيك. مخك كحبة جوز، كيف تقدرين على حل مشكلة كهذه؟ وبكلمة تزوجته؟ قمت بإعطاء الشيك لما؟ هذا ما حدث بالفعل، أعطيته إياه ليساعدنا ويوقف تشين عند حده. ها، سيحمينا نحن الثلاثة. اسمع ما، أنا مختلف عنك، واجه العالم بطريقتي وأحل مشاكلي بما فيها العلاقات الشخصية، ومهما قلت أعلم أنك لن تصدقني، لأنك ترى نفسك الأفضل في هذا العالم والبقية لا شيء. الطريقة ليست مهمة، النتيجة هي الأهم، وأتمنى أن تقتنع بأن هذه حيل لإغرائك، وسيحاولون معاملتك كأفعال إطعامك. فاحذر ولا تترك هذا الشيك بين يديك فترة طويلة، وإلا ستقع في ورطة. صح صح، مع المحق. هذه مسألة خاصة ولن أتعبك بها. في الحقيقة لا أكترث لأمرك، وحتى لأمر زوجتك لم أعد أهتم. ما يهمني بالأساس ابنتي، لأنها حاليا تعيش بينكما، والخالة أيضا. أتمنى لو عملت على تبديد مخاوفها حتى ترتاح بعد عودتها. بالنسبة للخالة فهي إن وثقت بي فمن الطبيعي أن تعود، ولكن إن كانت مشكلتها بشخصي فمهما كلمتها فلن تقتنع أبدا، فلها رأيها ولن تتراجع. أنت لم تقرر أن تعيدها إلى البيت بعد؟ في الحقيقة أنا لست متضايقا من وجودها معي بالمرة، ولكن إن كنت سترعاها لبضعة أيام شكرا مقدما. لم تفهم ليلي بعد، إن أردت أن تمضي أياما سعيدة معها فعامل أمها كفرد من العائلة. تلك هي ليلي التي كانت معك، الآن هي زوجتي. إن أرادت أن تعيش معي ستعيش دون شروط. أتمنى لكما التوفيق إذن. تربيتي لها ذهبت سدى، لقد أخبرتها بأمر الشيك ولم تصدر أي تعليق ولا تفوهت بكلمة. ماذا أردت أن تسمعي منها؟ أي كلمة تطمئنني، تؤيدني بحربي ضد المدعو تشين.
أنت متسرعة، لم تفهم الأمر منه بعد. بالنسبة لك يجب التمعن أكثر قبل الحكم بأنه مذنب. إنه صاحب مبدأ وليس شريرا. إذن أنت الشرير؟ تظنني عجوزا لا أفهم هذه الأشياء؟ أمر كبير كهذا لا يستهان به ولا يغض الطرف عنه. أنت تبالغين بعض الشيء، كل صاحب سلطة مثله سيمر بنفس هذه الاختبارات ذات يوم. هذه المرة قدمت له مساعدة كبيرة وردة فعلك ستجعله يرفض المبلغ. متأكد أنت؟ يرفضه؟ مستحيل. أنا لا أكذب، لقد أعدت له الشيك في البيت وبنفسي. فكري بالأمر، أنت تعرفين علاقتي به. لو كان المبلغ 300,000 أو أكثر من ذلك بكثير لن يقبل به. وارد، كما سبق وقلت فأكثر شخص يكره تشين أنت، ها؟ ولأنك علمت بأمر الشيك فسيضطر أمامك لتبييض صفحته من الشبهات. لهذا أعدت له الشيك شخصيا؟ أردت حل الموضوع بأقصى سرعة لتعودي للبيت بأقرب وقت. هذا البيت أخشى أنني لن أعود إليه بهذه السرعة. لماذا؟ تشين سهري شخص غامض مخيف. الكتاب الذي كان يخفي الشيك فيه أخفاه أيضا، وبكل وقع يأتي ويغادر ولا يسأل وكأن شيئا لم يكن. صاحب رأس مدبر، وأنا التي كنت أعتبر نفسي قوية وصاحبة قلب حديدي أخافني كثيرا. إني أطالبه بالقدوم إلى هنا والاعتذار مني. من يدري ماذا تخبئ لنا الأيام؟ أنت تقصدين بأن سأبقى هنا بضعة أيام، إن لم يأتي ويعتذر فلن أعود. وأنت لن تجبرني صح؟ ليس لي أحد على هذه الأرض إلا أنت. أكيد، ابقي هنا الفترة التي ترينها مناسبة، بذلك قد نتمكن من مساعدته على إصلاح نفسه. فهل أنت متفقة معي؟ أكيد. أليس هناك ما تخبرني به؟ لا شيء مهم. حسنا حسنا، اجلسي. ما هذا؟ افتحيه. إحدى عشرة، هذه كامل الفواتير التي دعاني فيها لوشينغ للطعام أو الشراب أو الخروج. وتفقد المجوهرات في الصندوق، إن نقص شيء. هل تقصد قلادة الياقوت؟ نعم، أعدت تلك القلادة، إن استحقيناها اشتريناها أو لا داعي لها. لنعتبر أنفسنا استأجرناها. كانت رائعة، سأرسلها لك. أعلم أنك تودين أن تسأليني عن الشك، ولكن فكري، لو أنني سأخذ ذلك المبلغ، هل كنت سأسجل وأحتفظ بالفواتير وأدونها كل مرة بأدق تفاصيلها؟ هل تذكرين أول مرة ذهبنا فيها إلى بيته؟ صورت قنينة النبيذ، كل هذه الأمور سجلتها، كل هذه ومعها الشك. سأعيدها إليه. بما أنك لن تأخذه، لما لم ترفضه من البداية ولما أحضرته إلى بيتنا؟ لقد وضعه بالخفاء داخل الكتاب دون علمي، وعندما وجدته لقد ترددت
ليس بقبوله أم لا، وإنما هل أعيده الآن أم أنتظر لأرى إلى ماذا سيصل في النهاية؟ كل هذه الفواتير والشيك كنت سأضعها في البيت حتى أكتشف بوضوح إلى أين يريد الوصول. إذن لما أخذت الكتاب من هنا؟ لما لا نجعل أمي تعيد الشيك إلى مكانه وأنت تعيد الكتاب، ولنعتبر أن شيئا لم يكن وينتهي الأمر هنا؟ لم يكن؟ بهذه السهولة؟ تعرفين أمك ونقلها للكلام، ربما ستنشر الخبر لكل أهل المنطقة، وكل جيراننا في شركتي، ستخبر الجميع وينتشر الخبر ويبدأ التحقيق. ولو كنت بريئا سأغدو مدانا، ستجذب الأنظار نحوي، وفي النهاية ستكون النتيجة المحتمة، وهي أني سأكمل بقية حياتي في السجن. حتى لو كانت أمي كما تقول، أنت قمت بإخافتها هكذا. ليلي، أريد أن أسألك سؤالا. القلادة، الشيك، وكل النقود التي قدمها، هل أنت مقتنعة أنه يجب علي إعادتها؟ ماذا تقصد؟ بالتأكيد فهي غير شرعية. أتعلمين؟ عندما رأيت تلك القلادة وفي أول مرة ذهبنا لبيته، كنت مسرورة من صميم قلبك، وأثرت ابتسامتك في كثيرا. هذه الهدية تبدو غالية جدا. إنها رائعة، أروع مما كنت أتصور. هيا، واحد، اثنان، انظرا. اليوم كان بالنسبة لي كالحلم. أعلم، لا يوجد امرأة بالدنيا لا تتمنى قضاء أيامها رائعة كالأحلام، ولا يوجد امرأة ليس لها مطالب من زوجها. ما هي الأمنيات التي تريدين مني تحقيقها لك؟ لا أعلم، هل سلوكي سابقاً جعلك تسيء فهمي؟ ربما لدي بعض الغرور، أحب الملابس الجميلة والمجوهرات، ولكني لست ذلك الشخص الطماع. لا أطلب أن أعيش في نعيم، ولا أرغب في كسب مال كثير. لم أتزوجك لهذا السبب، ولا أتمنى أن أعيش دون هدف. أنا أريد زوجا يحبني ويقدرني، وأمضي معه بقية حياتي. كلامك هذا يؤثر في كثيرا. أنت تحبين الهدايا كثيرا، ولكنك تخشين أن يكون ثمنها أكبر مما أستطيع تحمله. كل هذا غير ضروري، لا تطلبي مني شيئا، لكني سأحقق لك كل ما لم يستطع تحقيقه من كنت مصرا على أخذك من بين يدي. ماذا ستفعل بالضبط؟ لقد قررت، عاجلا أم آجلا سأترك العمل، وسأتعاون مع لوشي فانغ، سأعتبره مدخلا لي، وسأعمل لوحدي، وستكون مشاريعي أكبر حجما وفائدة من التي يقوم بها فانغ وما. ولكني حاليا سأبقى في الشركة، وسأعمل على تحضير نفسي لأكون جاهزا لمثل هذه الخطط. لم أفهم قصدك بعد. ليس بالضرورة أن تعرفي كل التفاصيل، ولكن تذكري أنني لن أفعل شيئا سيئا، ولن أضعنا في أي موقف محرج. أرجوك تذكري هذه النقطة. برد قارس.
شكرا لك. هذا طعام فقط؟ هذا هو. شممت رائحة حساء الدجاج. وأنا أيضا شممتها. يبدو أنه في الداخل. ها. صحيح، ولكنه لمن يدفع تكاليفه. هنا تتناولان فقط الخبز وفول الصويا والحساء، وهذه وجبة السجناء المعتادة. وتفكر بالدجاج؟ أتتحمل تكاليفه؟ لكني لا أراك تتناولين الدجاج. لا أرغب بتناوله، أرغب بالبسيط لأحافظ على صحتي، فهمت؟ تعنين أنك غنية، ها؟ لما لا تخرجين المال وترينا؟ لو استطعت أن تريني المال سأقوم بعرض بهلواني. لا أود مشاهدة عرض شقل ما يقوم به عجوز مثلك. تفرج، أكثر من 200 مكالمة لم أرد عليها. ومن المتصل؟ إنها ابنتي، رئيسة قسم في مستشفى، تحصل على الكثير من المال والامتيازات والهدايا، وتتصل بي لترسل النقود وتدعوني للخارج، وأرفض لأني غضبة منها. نملك المال. هل تعرفين معنى الوديعة؟ نضع كل مالنا في البنك. صحيح، وعندما نتقسمه بالوقت المناسب سنأكل ما نشتهي، ليس فقط الدجاج، بل لو اشتهيت لبن العصفور لحصلت عليه. سيدة جانغ، سيدة جانغ. أنا هنا. قل لي كيف ترى الوضع؟ رتبتها حسب الأصناف وألصقت ورقا عليها هذه الاستخدامات اليومية، والتي بالأسفل أدوات المطبخ والتنظيف والملفات والأدوات الخاصة بالعمل. من أين حصلت على صناديق؟ اشتريتها. والرفوف؟ اشتريتها وركبتها بنفسي. عرفت الآن لما كنت مختفية هذه الأيام. استبدلت الضوء بنظام الـ LED بدون وميض. لقد فهمت. ماذا فهمت؟ من مسحك للأرض إلى غسيلك للأواني، كل هذا جعلني أعلم بأنك لا تعملين إلا لتفريغ الطاقة. بعد كل الأيام التي كنا نعمل بها، من كثرة المشاغل لم نجد وقتا لتفريغ طاقتنا. صدقيني، لو هدمت المبنى حجرا حجرا فلن تجدي سبيل الراحة بهذه الطريقة أبدا، وإنما الحل بالنهوض مجددا والقيام بتصاميمك المبدعة. منذ اليوم الأول الذي درست فيه التصميم، كنت في ذاك اليوم مع زوجي ورسمت أول مخطط لي، وساعدني بتعديله. وعندما حصلت على أول مشروع لي هو من ساعدني به. كنا نخطط لمستقبلنا معا. لن أصمم بعد الآن. صدقيني، ستفعلين. ولما؟ إذا لم تفعلي فلن تكوني جيانغ إطلاقا. من تتكلم عنها كانت في الماضي فقط، أما الآن أنا واحدة جديدة. أين اختفى كل المال؟ يجب أن تبحثي جيدا، ربما يوجد لص بيننا. جدتي، أنهيت الترتيب. ما الأمر؟ سلبت. ما الأمر؟ لا أجد النقود، أعني هناك نقص فيها. عادة أضع نقودي في البنك وأسحب شهريا 1500 كمصروف، ولا أصرفها كلها، ولكن لم يمضي أسبوع انظري. ابحث جيدا، ابحث جيدا، عددنا كبير والمنزل يعمو بالفوضى. أخرج الدفتر الذي تكتبين فيه وتحققي من المصاريف. انظري هنا. البارحة اشتريت قطعة لحم عجل ثمنها 82. عادة تكفيني قطعة اللحم هذا لمدة أسبوع تقريبا، لكنها نفدت البارحة. هذه الكمية من اللحم لم أتناول منها إلا صحنين. وهنا اشتريت العجين،
أطبخه مع اللحم، يستهلك الصحن كيلوغراما واحدا. واشتريت كيلو من صلصة اللحم، كان لذيذا. الصلصة زادت والمعكرونة لا. أنا أكلت 3 حبات. هي أنتما لا تخجلان. لحظة، تذكرت، انظري انظري هنا. حسبتها 1520. النقود ليست مفقودة بل زائدة. زاد 20؟ كيف؟ انظري انظري، هذه من الشهر الماضي. صحيح. تم كل هذا خلال أسبوع؟ أرى أنكن أيتها النساء تحببن الأكل كثيراً. هي اسمعوا إلى من يجرؤ على الكلام. أكثر واحد أكل من كرات العجين باللحم هو أنت. أنت اهدأوا قليلاً رجاءً. كلنا أكلنا معاً، هذا بسبب إهمالي. جميعنا هنا عند الجدة وتقوم باستضافتنا وتصرف علينا أيضاً. صحيح صحيح، والآن كيف يمكن أن نساعدك؟ نحن عائلة واحدة وكلنا يجب أن نتحمل المسؤولية. من يملك المال يدفع المال. نعم. الطعام جاهز. ها؟ لما طلبت البيتزا؟ إن لم أطلب البيتزا فماذا سنأكل؟ جدتي ليست هنا، ماذا أفعل؟ الباب غير مغلق. لقد نسيت. من طلب بيتزا؟ أنا أحبها. لن نأكل بيتزا يوميا. من قال إننا سنأكلها كل يوم؟ هناك برنامج على الهاتف للطلبات، فيه كل ما تشتهي، معكرونة تشينتشينغ، أصابع دجاج تايوان، وهناك الحلويات وكل شيء. أنتما الاثنان خذا راحتكما وأنا سأتناول حصتي بالداخل. لما لم تأكلي بعد؟ ما بك؟ أغضبتك شيئا؟ ألا تعتقد بأني ربت بيت فاشلة؟ من قال ذلك؟ لا أعتقد ذلك أبداً. أنت بنظري كما كنت منذ رأيتك للمرة الأولى في حياتي عندما دخلت للفصل الدراسي كالجنية. الجنية التي لا تطبخ، تأكل فحسب. اتصلت بأمي أكثر من مرة ولم ترد. لم ترد على أي من اتصالاتي ولم تجب على أي رسالة. فعلاً اتصلت بها؟ ألم تقل إنك ستنتظر حتى تعود لوحدها؟ قلت ذلك فعلاً، ولكني لا أستطيع تنفيذه. شياو لا تأكل وأنت منزعجة. هل تذكرين عندما تزوجنا ماذا قلتي؟ أنها الأهم. لم أنسى هذا. ولو غرقنا معا فسوف تنقذينها هي أولا وستتركيني أغرق وحيدا في البحر. صحيح، ولكن وقوفك معي ليلي علي احترامه، وعلي أن أكون مسؤولا وأحب كل ما تحبينه أنت. أنا أعلم أنك مستاء أيضا، وبنفس الوقت أتمنى أن تعترف أمي بخطائها. هذا ليس مهما، لا يهم من المخطئ، نحن عائلة واحدة والعودة قرارها هي، لن نجبرها.
لم لا؟ نذهب إليها ونعيدها. لا داعي، سأذهب بنفسي فأنا أفهمها. حقا؟ سأرد. ألو، عرفتك من صوتك. ألم أقل إننا سنناقش الموضوع في المكتب؟ أنا الآن في البيت. نعم رأيتها، نعم أعلم، سنبقي الوضع كما اتفقنا. شكرا لك. فلتسمعني، لا أريد البقاء عند الجدة بدون مقابل، سأبحث عن عمل. لن أكل ونشرب دون مقابل. وجدت عملا. وجدت عملا؟ ما هو؟ كعمل السابق. خذني معك. أنهي غسل الأواني أولا. هل اكتفيتما كلاكما من الشرب؟ نعم. هل هناك تعليمات؟ أحتاج لبعض العمالة في مشروعي، فهل ترغبان بالعمل معي؟ إيه؟ هل هذا موضوع جدي يا رجل؟ هذا خبر رائع، لن تحتاج أحدا من الخارج، فنحن رجالك وإلى جانبك، وتستطيع الاعتماد علينا، فثلاثتنا من عائلة واحدة. صحيح. إن بدأنا الآن فلن نتأخر. كم كنت أود إخبارك بأني أحب العمل بالبنايات العالية والساحات المحيطة بها. انظر إلى ملابسي، لن تنفع. أحتاج ربطة عنق وبدلة. التي أعطاني إياها ذلك الرجل العجوز، ألا تذكرها؟ إنها جميلة جدا. لا داعي، لا داعي. ما ترتديانه الآن مناسب، فلو اتسختما لا يهم. صهري، يجب أن أنصحك، نحن ذاهبون لإجراء مقابلة عمل، يجب أن نرتدي ما يليق بهذا العمل. انظر حتى إلى طريقة المواصلات، سيأخذون فكرة سيئة عنا، صدقني. هل هذا هو المكان؟ هذه ليست بناية عالية. هذه هي تجارتنا، ثلاث غرف وصالة، سنقوم بأعمال الطلاء. يا صهري، هل ما أراه حقيقة؟ طبعا حقيقة. لن نعمل بهذا لأنه ليس من مستوانا. صهري، نحن أبناء حسب ونسب، عمل مثل هذا سيحط من قدرنا وسيضحك الناس علينا. فلنبدأ يا ابن الحسب. هيا. من أي حائط سنبدأ؟ هذا هنا. صباح الخير. أيها المدير، أود أن أريك هذا فيما يخص اجتماع صباح اليوم الخير. وبعد ذلك سنقوم بالتدقيق. ما رأيك؟ ليس الآن. صباح الخير. مرحبا، هذا الملف بحاجة لتوقيعك. ضعيه هنا. قلت لك ضعيه هنا، سأوقعه بعد قليل. أعتذر، ولكن المدير لو بحاجة له. أين أوقع؟ هنا. وأين؟ وهنا.
هل وقع؟ آسفة، لا توقع هنا. أعلم ذلك. هل انتهينا؟ انتظري، هل هناك أي خطط بعد ظهر اليوم؟ لقد نظمنا رحلة ترفيهية إلى البحيرة. لما لم يخبرني أي أحد عن هذا؟ أنا مدير عام، لماذا لا تبلغونني بموضوع كهذا؟ إن أردت الذهاب فسأكلمهم بالموضوع. إن أردتم الذهاب ستحتاجون أن تناقشوا الأمر؟ طبعاً، فالإذن من المدير عن طريقي أنا. أختي جانغ، لماذا يا ترى أناديك بالمديرة جانغ هنا؟ والآن، هل من أمر آخر؟ أوه، كيف أجرؤ على طلب شيء منك؟ أنا من علي أن أسألك؟ أيتها المديرة، هل لديك أي طلبات أخرى قبل أن تخرجي من هنا؟ ستخرجون للترفيه معاً؟ وأنا أيضاً سأخرج للترفيه. أنت مبدعة بعمل الطلة. ليس صعبا، قمت بهذا العمل من قبل. لو أخبروني قبل أشهر أن مصممة مثلك تقوم بمثل هذه الأعمال لم أكن لأصدق. لو أخبروني بأن المدير ما يقوم بهذا العمل بنفسه لم أكن لأصدق. حسنا، اسخري كما تشاء. إنما من زاوية أخرى أشعر بالراحة. أفرغت طاقتك؟ ها؟ يا صهري، تم إيصال الطعام منذ زمن، إن لم نأكل سيبرد. من قال لم نأكل؟ فقط صحنان من الأرز؟ أحضر فقط زوجين من العصي. أخذتيها مني لماذا يا ابنتي؟ من سيأكل شخصان فقط؟ من قام بالعمل وأنتما لم تعملا؟ لنذهب، أنا غاضب. هاي، أمعكما نقود؟ لما تسألين؟ ها؟ نحن لا نقرض أحداً مالاً. لا أحتاج لمالكما، لكن تناولا الطعام في طريق العودة. لن نطبخ في البيت بعد الآن. هذا ليس صحيحاً، فحتى لو أكلتم، الجدة في بيتها ستطبخ، فليس من العدل أن تمنع الجدة من تناول الطعام. لا تحكي الهم الجدة والخالة أبداً، أنا مسؤولة عن طعامهما، يمكنكما الذهاب الآن. يا صهري، سمعت كل شيء، هل سمعت؟ لقد سمعت، أعتقد أنها محقة، من يعمل يأكل. فعلا أنت شريرة، وكل المقصود من الموضوع هو نحن فقط، البيت يعود للجدة، فلما التدخل؟ ابنتي أجمل منك وأصغر بكثير يا صهري. لم أنجح بحياتي الزوجية وهذا يدل على فشلي. هي كل. صهري، ماذا لو عملنا معك؟ نعم، سنعمل سنعمل سنعمل. الطعام لذيذ جدا. طرق أحد الباب؟ لم أسمع شيئاً. أنت تتخيلين أن الباب يطرق وتتجهين نحوه كل نصف ساعة. هناك من يشتاق لابنته. ولماذا أفعل؟ يجب أن تشتاق هي أولاً لأمها. اسأليها، منذ يوم ولادتها لم تنم بعيدة عني يوماً واحداً عدا أيام العمل التي تسافر فيها. أنت أيضاً لم تفارقيها. حسناً، لا تكابري، فالأمر واضح، لم تعودي قادرة على البقاء هنا، صحيح؟ تتمنين أن تأتي ابنتك لتأخذك. أعطيتها درساً لتعرف قيمتي. أوه. الباب يطرق الآن. من؟ مرحبا أيتها الجدة، هذه أنا ليلي. أيوه. Thank you.